خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم هذا يوم جديد على أعمالنا شهيد، فافتح لنا فيه أبواب رحمتك، ويسرها في وجوهنا، ووفقنا لما تحب وترضى. تسبح ذرات الوجود بحمده، ويسجد بالتعظيم نجم وأشجار، ويبكي غمام الغيث طوعا لأمره، فتضحك مما يفعل الغيث أزهار. مستمعي الأفاضل، الحياة أنشودة جميلة، فاختر لها الصوت الجميل وتمتع بالحياة، ولا تكن عبئا ثقيلا عليها. ينبلج الفجر مشرقا وجهه، متألقا بنور الرجاء المنتظر. إنه بسيط كفرح الأطفال، يحاكي ولادة الربيع وجمال البراءة. إنه زينة الدنيا وبهجتها، بل إذان بميلاد حياة جديدة وأمل جديد. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فعليك التكلان. مستمعي الحبيب، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وأحسن، نعم أحسن، إذا كان إمكان ومقدرة، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وقابل أحبابك وإخوانك بوجه بشوش. اسمع ما قاله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، إنما يسعه منكم بسط الوجه، وأن تلقى أخاك بوجه طلق، فتلك هي صدقة. إذن لا تبخل على الحياة ببعض ما. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.